وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك خمس دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر، هنالك خمس دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا. هنالك خمس دقائق بها تقلبين حياتي قليلا، فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ وبين كلام الهوى في جميع اللغات هناك كلام يقال لأجلك أنت، وشعر سيربطه الدارسون بعصرك أنت. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنابل، وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هنالك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة، وتصبح فيها ممارسة الجنس ضربا سريعا على الآلة الكاتبة، وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر، لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. وفي لحظات القنوط، الهبوط، السقوط، الفراغ، الخواء، وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء، وفي لحظات التناقض حين تصير الحبيبات والحب ضدي، وتصبح فيها القصائد ضدي، وتصبح حتى النهود التي بايعتني على العرش ضدي، وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان فتغدو حياتي حديقة وردي. وفي اللحظات القليلة حين يفاجئني الشعر دون انتظار، وتصبح فيها الدقائق حبل بألف انفجار، وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص وفعل انتحار، تطيرين مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين، فكيف أقاتل خمسين عاما على جبهتين، وكيف أبعثر لحمي على قارتين؟ وكيف أجامل غيرك؟ كيف أجالس غيرك؟ كيف أضاجع غيرك؟ كيف؟ وأنت ما
مسافرة في عروق اليدين. وبين الجميلات من كل جنس ولون، وبين مئات الوجوه التي أقنعتني وما أقنعتني